السلام عليكم ورحمة الله. الجزء الثالث من شرح مشروع الديجيتال كوميونيكيشن ديجيتال موديوليشن سكيمز. تمام، ملحوظة بس بخصوص الديجيتال موديوليشن، الاسم نفسه احنا بيبقى عندنا ديجيتال داتا نتيجة لان الديجيتال داتا دي اوف انفينيت باندويث، او اللي هي الهاي ترانزيشنز السريعة دي من 0 ل 1 اللي بتبقى اوف انفينيت باندويث ما بنقدرش نبعتها اونلاين، فبالتالي بنضطر نحولها لصوره انالوج فاينايت باندويث. هو كارير انالوج، يعني احنا بنحولها لحاجه انالوج. يعني في ناس مسؤوله عن كورس الديجيتال ده مثلا ايه هو ديجيتال في ديجيتال، يعني لا، نسبه 90% منه ايه تبقى انالوج. ابسط حاجه سين وكوزين اللي هو الكارير اللي انت بتضرب فيه ده، هو ببساطه انالوج. تمام، ده بس كان ملحوظ الاولاني. بالنسبه بقى الجزء الثالث بيتكلم عن ايه؟ ان شاء الله هنتكلم عن الماتلاب كود كونستراكشن، ازاي تفكر في كود الماتلاب، ايه المشاكل المتعلقه بكود الماتلاب او الحاجات اللي ممكن ما تاخدش بالك منها فتبهدل الدنيا بخصوص بناء المابر والديمابر اللي هي الترانسميترز والريسيفر، يعني تمام، اللي هو الجزء المختلف في هذا المشروع يعني. لكن مش الغرض ان حد يمسك الكود وينقله طبعا، تمام، ولا برضو الناس اللي هي ايه يعني تنط على طول للجزء ده وتنفض للجزء النظري، ما تبقاش فاهم انت بتعمل ايه، ده برضو غلط ومش هو ده المطلوب من اللي انا بعمله يعني. تمام، وانا مني واثق ان ده اللي هيحصل يعني. الناس على طول هتبص على الكود يعني، الا من رحم ربي يعني. الكونستراكشن بتاع مثلا الثمانية اري بي اس كي، بالمناسبة أنا كاتب حاجات معينة كده كهنت، وعشان ممكن الدكتور يسأل عنها في الفاينل، يعني بروبابل قوي إن الدكتور يسأل عن كود ماتلاب يعني، فحط ده في حسابك يعني. مثلا عشان نعمل الـ 8 اي بي اس كي، احنا مثلا هنفترض إن احنا بنجنريت داتا طولها 3000 باينري في الأول، بنعمل مثلا يعني ده تصوري مثلا، كود ممكن يعمل كده، ممكن ما تعملش ريشيب وبرده تحول عادي خالص يعني. أنا عملت ريشيب خليتها 1000 في 3، يعني 1000 رو في 3 كولومز، وبعدين بمشي على رو كل الكولومز وبقارن. والله لو هي 3 اصفار يبقى 1، طب لو هي صفرين 1 لا، يبقى كوزاين 45 في باي على 180 اللي هي الزاويه، يعني هتبقى 45. يبقى بالتالي ايه كوزاين 45 زائد جي ايه ساين 45. بس خلي بالك ان الماتلاب بيبقى ايه، بيبقى شغال ان راديان، فانت بتحولها ريدي 45 في باي على 180. تمام، طب لو هي لا ب 010، ما احنا زي ما اتفقنا ايه، فهنا خليها جي. خلي بالك هنا لو تركز ان احنا شغالين هنا ايه كمان، يعني كاتب كود، بس برده اللي هياخد الكود ده وينفذه على الماتلاب ممكن ياخد صفر في المشروع، لانه هيبان قوي ان هو ناقل كود. انا هنا بضرب مثال، لكن طبعا انا اقصد ان انا ارتبهم بي سي دي مش جري، الدكتور مديهولك جري، فانت لا تاخد بالك بقى ان الزوايا تظبطها صح، يعني 0 وبعدين 1، بس ده هيبقى 3 0 1 1 هو اللي مقابل ليه السيمبل بتاع الايه بتاع الجي وهكذا. بس انا بضرب كلمتين، لو افترضنا ان الترتيب بتاعهم بي سي دي وليس جري كودينج، تمام، من هنا 0 1 2 هنا 3 4 5 اللي هي البي سي دي العاديه خالص، تمام. لكن طبعا انت هتحولها لجري، ده مثلا ده كود ايه مباشر خالص. لكن ممكن واحد تاني يفكر بقى باسلوب تاني، طبعا مش هينفع الكلام ده غير في حاله البي سي دي اللي هو الكود اللي انا كاتبه هنا، ان انا حولت الرقم من باينري بضرب 2 اس 0 في زي اندرسكور كي اللي هو اسم مثلا ان احنا عاملينه ريشيب، اي و3، الاي و3 ده يبقى كانه ليست سيجنيفيكانت بت، يعني لو تلات مثلا لو افترضنا ان هما تلات وحايد فيبقى ليست سيجنيفيكانت بت بواحد هتضرب في 2 اس 0، وتاني واحد واحد في 2 اس 1، والموست سيجنيفيكانت بت هتضرب في 2 اس 2. فانا حولت الرقم بدل ما هو 3 وحايد بقى رقم كام؟ 8، سوري يعني بقى رقم 1 زائد 1 زائد 2 اس 1 زائد 1 زائد 2 ب 3، 3 بقى ب 7، تمام؟ فحولنا لي الايكوفلنت ايه؟ ديسمال. وبعدين 7 دي بتحدد لي هو خد يعني هو بعد 45 درجة قد ايه؟ يعني احنا قلنا لو هو صفر هيبقى زاويته صفر، لو 1 هتبقى زاويته 45، لو 2 هتبقى زاويته ايه؟ هتبقى زاويته 90، طب لو 3 زاويته 135، طب لو 4 زاويته 180. فانا امسك الزي اللي هو الرقم الايكويفالنت ديسمال للباينري اللي انت مديهولي، واقوم ضربه في ايه؟ في مضاعفات ال 45 اللي هي 2 في باي على 8 او باي على 4 يعني، تمام؟
طبعا لو انت عاوز تعمل الكود ده للمشروع ده كود ذكي، يعني بدل ما اقعد اكتب الثمان اسطر بتوع الاف الاولاني، لا هو سطر واحد. لو انت عاوز تنفذه في المشروع بتاعك يبقى انت مش هتحول بقى الايكوفلنت ديسمال، مش هتجيبه بالمنظر ده، هتجيب بقى شوف بقى ايه السطر الوحيد اللي تقدر تحول من الجراي للايكوفلنت ديسمال. تمام، اهو هنا مثلا ايه، اهو انا هنا كتبت الجراي بس محدش يبص عليه، هنعديه بسرعه كده عشان هنا ايه محدش يبص خالص. مش هنا جراي كود تو بي سي دي كود، افكار بقى ايه متنوعه يعني. هو هنا البي دي اف دي انا هرفقها يعني عشان برضه تاخد بالك من ايه، من افكار مختلفه ممكن تتعامل بيها. او ممكن الدكتور مثلا في الامتحان يجي يقول لك طب احنا شغالين اوكتا بي اس كي بس في انيشال فيز مثلا ب 30، هتتصرف ازاي؟ عادي تضيف لكل الزوايا اللي فاتت دي كام؟ 30 ديجري. 16 كوام، ده طبعا الكود اللي هو بسيط خالص، يعني ان انا ايه والله الاربع اصفار يبقى مثلا ماينس 3 بلس 3 جي. بالمناسبه هنا احنا شغالين على ايه؟ على نفس الكونستليشن اللي الدكتور مديهولكم. يعني لو بنتكلم في حاله الجري، يعني ده الشرح بتاع الجري بس الكونستليشن اللي الدكتور ايه مديهولكم. ماشي، لسه اثناء التصوير يعني الجهاز بيقول بطيء بصوره فظيعه يعني. بس اللي هو شغل كام استوديو ده. ماشي اهو احنا وصلنا هنا. مثلا اهو عندنا هنا ايه اربع اصفار، ده ماينس 3 ماينس 3 جي، ده اللي هو الكوردينس بتاعت الجرام شميدت اورثوجونالايزيشن. احنا عم احولناهم في شكل البيسس فانكشنز، فهي دي الكوردينس اللي بتعبر عن السيجنال. تمام، في السيجنال سبيس ريبريزنتيشن وهكذا بقى. فانت ايه اربع اصفار ده ماينس 3 ماينس 3 جي، طب 0 1 0 0 ده ماينس 1 ماينس 3 جي وهكذا. تمام، ماينس 3 ايه ماينس 3 بلس جي ماينس 3 بلس 3 جي، ده كده مش الدكتور مديهولكم. لان لو الدكتور لو اللي احنا لسه شايفينه اللي هو الدكتور مديهولكم اللي انا برضه ما شفتش، يعني في ناس قالت لي ان هو اتقال في المحاضره، ما مش واخدين زي عندنا كان في بروبلم ستيتمنت. عموما انا البروجكت ستيتمنت انا حاططها برده مع السيديا اللي وائل هيحطها، وان شاء الله هبقى ارفقها برده في الموضوع عشان الناس تقدر تشوف السؤال ايه، يعني ايه الدنيا اصلا بتقول ايه. تمام، لكن هنا ان انا الكود اللي انا كاتبه برده مش اللي الدكتور مديهولكم، لان اربع اصفار ماينس 3 في السينات بس بلس 3 في الايه في الصادات بلس 3 جي، فهو يعني ايه كانه مرايه اللي الدكتور مديهولكم اللي برضه مش مديهولكم يعني. عموما ايه اللي ايه؟ وهكذا بقى. طبعا انت ايه هتعمل مابنج بقى، تعمل مابنج صح، بس اهم حاجه تبقى شغال جراي كود. يعني لو جالك في الامتحان لو مديك رسمه يبقى انت ملتزم بالرسمه، لو سابها لك مفتوحه خلاص انت ديزاين بقى الايه؟ السيجنال سبيس الاي اي والبي اي، اختار الاي اي والبي اي انت بنفسك. تمام؟ بس كده ده بالنسبه للايه للمابنج، ازاي تعمل كود بتاع مابر. تمام، ده اللي هو الكود الايه المباشر خالص. احنا ممكن نعمل كود المابر باسلوب اظرف شويه او باسلوب افضل من ده. هسيبه لكم تستنتجوه من الكود بقى اللي انا هوريه لكم بتاع الريسيفر بقى، او الالجوريزم زي ما اتفقنا. انا الغرض الالجوريزم ازاي تفكر. بالنسبه للالجوريزم بتاع الديسيشن ديفايس بقى اللي هو الديفايس اللي هيقرر انا السيمبل اللي جاي لي دون هو عباره عن ايه؟ هل هو سيمبل الاولاني ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ده اللي ايه بقى؟ هنستنتج ده. هنجيب الاكليديان ديستنس زي ما اتفقنا اللي هي المسافه الاقليديسيه، او المسافه يعني على الفضاء الاقليديسي او الفضاء اللي هو يعني التو دايمنشنال سبيس. طبعا تو دايمنشنال لو في تو بيسز فانكشنز، لكن لو انتوا شغالين مثلا ام ار اي اف اس كي، في الام ار اي اف اس كي ممكن يبقى عندك فضاء متعدد الابعاد مالتي دايمنشنال اكلوديان سبيس، ممكن يبقى مثلا ال 10 بيسس فانكشنز مثلا. تمام، اللي هو 10 ال بي اف اس كي. تمام، المهم يعني في المشروع بتاعكم هو فضاء ثنائي الابعاد في حاله الكوادري فيز شيفت كي او الاوكتال فيز شيفت كي او الهكس كوادراتشر امبليتيود موديوليشن. تمام، وفضاء احادي الابعاد في حاله البي بي اس كي. احنا بنجيب المسافه الاقليديه او الاكليديان ديستانس اللي هو الريل بتاع الاوبزرفيشن سيمبل اللي جالي ناقص بعدي بقى على كام. لو قلنا مثلا في حاله الكيو بي اس كي فهم اربع سيمبلز، هجيب الريل بتاع السيمبل اللي جالي ناقص الريل بتاع السيمبل اللي مبعوت واربعه، زائد الايمج بتاع السيمبل اللي جالي ناقص الايمج بتاع السيمبل بعته واربعه، يبقى دي المسافه.
هقيس المسافه ما بين السيمبل اللي جاي للاوبزرفيشن سيمبل وكل السيمبلز اللي موجوده في الكونستليشن تمام، والمينيمم تبقى هي دي اللي ايه اللي انا اوريدي بعتها، لكن نتيجه للنويز فهي بعدت شويه. المفروض الديستانس دي تبقى زيرو لو احنا شغالين في ايه، في نويز فري تشانل تمام. طبعا لو رجعنا لهايكنز، وانا عموما رجعت برده قبل ما اعمل المشروع على شابتر 8 من هايكنز في الاديشن اللي هي الثالثه اللي موجوده عندي هارد كوبي، او اللي موجوده سوفت كوبي هتلاقيها الاديشن الرابعه اللي عندي على الجهاز. فالهنتات اللي انا هكتبها دي بخصوص الاديشن الثالثه من كتاب مين؟ من كتاب هايكنز اللي هو كان شابتر 8 هو الباس باند ديجيتال ترانسميشن.